مرحبا بكم في أولى حلقات عرب بورد جيمز. في حلقة اليوم بنستعرض معاكم لعبة واي فيرست، واحدة من ألعاب الرحلات الخفيفة اللي يمكن يتعلمها الأطفال أيضا وتناسب شخصين إلى 6 أشخاص. تعالوا نتعرف على طريقة لعب واي فيرست. طبعا باختصار، فكرة اللعبة مثل ما أنتم شايفين من عنوانها أنك تفوز بالمركز الثاني وليس المركز الأول. فكرتها بسيطة جدا، عليك أولا اختيار لون الشخصية من مجموعة من 6 ألوان مختلفة. طبعا ستحتاج إلى قلم لتدوين النقاط، وطبعا الورقة والقلم لا تأتي ضمن الصندوق، صندوق اللعب. نضع جميع الشخصيات في وسط منطقة اللعب مثل ما أنتم شايفين، اللون الأحمر والأصفر والرمادي، ثم نقوم بتوزيع 5 بطاقات لعب. مثل ما أنتم شايفين هنا عندنا البطاقات هي عبارة عن أرقام سالبة وموجبها، أكبرها +4 وأصغرها -5. مثل ما أنتم شايفين اللوحة صغيرة جدا، أصغر حتى من حجم ألعاب اللودو، ومقسمة إلى جهتين، جهة موجبة وجهة سالبة. في بداية اللعبة سنقوم بالعد التنازلي، 3 2 1 وانطلق. عندما نقول انطلق، جميع اللاعبين في نفس الوقت سيقومون برمي ورقة بالمقلوب على أحد اللاعبين، وممكن أن يتضمن ذلك أنفسهم، يعني ممكن أن تلعب الورقة للاعب على يمينك أو أمامك أو على يسارك أو حتى على نفسك. ومن ثم بعد كشف الأوراق سنقوم بتحريك الشخصيات حسب الأرقام التي تم رميها. بالتالي في هذه الحالة الشخصية الحمراء تتقدم 7 مراكز، الشخصية الصفراء لا تتحرك نهائيا بحكم أنه لم يتم لعب أي ورقة عليها، وشخصية الرمادية تنتهي بالسالب، -1. ونستمر بهذه الطريقة للمرة الثانية والثالثة والرابعة حتى نصل للورقة الخامسة. الورقة الخامسة تلعب فقط على نفسك ولا يمكن استخدامها على منافسيك. عندما يتم استهلاك جميع الأوراق تنتهي بذلك الجولة الأولى من اللعبة ويتم تسجيل النقاط. اللاعب الذي يأتي في المركز الثاني هو اللاعب الذي سيقوم بتجميع النقاط، بينما يظل باقي اللاعبين من دون نقاط ولا تحسب لهم نقاط الصفر كذلك. تنتهي اللعبة بعد 5 جولات ويتم احتساب الفائز بثاني أكبر عدد من النقاط في اللعبة، وطبعا ممكن لصاحب المركز الثاني أن تكون نقاطه بالسالب. من المهم الذكر بأنه بالإمكان أن يتشارك أكثر من لاعب المركز الثاني في حال كانوا يقفون على نفس الخانة. مثل ما لاحظتوا اللعبة خفيفة وسهلة ويمكن تعليمها لأطفالكم. اللعبة الأساسية بسيطة جدا وتعتمد بشكل كبير على الحظ أيضا، ولكن أيضا من الممكن أن يتم استخدامها بطريقة أخرى، بحيث أن مصممي اللعبة قاموا بإضافة أرقام بيضاء في أسفل اللعبة لتحديد ترتيب اللعب. طبعا هي طريقة معقدة إلى حد ما وتحتوي على قدر أكبر بكثير من الاستراتيجية، ولكن سيتم شرحها بإذن الله في فيديو آخر لاحقا. أتمنى أنكم استمتعتوا بلعبة واي فيرست. اللعبة خفيفة الوزن، ممكن نقلها بكل سهولة أثناء السفر. في حال عندكم أي تعليق أو اقتراح لتطوير القناة أو لمعرفة تفاصيل لعبة أخرى، يرجى الرد في التعليقات أسفل الشاشة. لا تنسوا تعملوا اشتراك سبسكرايب وأيضا فولو لنا في حساب الانستغرام الموجود في الشاشة. شكرا جزيلا لكم.